وازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما لو عايز تعرف تعمل ازاي الترند ده بطريقه سهله وبسيطه، تابع معايا الفيديو للاخر ويلا بينا. والصوت بتاع الفيديو ده هتلاقوه تحت في جروب التليجرام عشان الحقوق، بس انا ما نزلتش الصوت. ويلا بينا نعرف عملنا الفيديو ده ازاي. قبل اي حاجه طبعا انزلوا تحت في الكومنتات صلوا على النبي، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الشروحات الجديده. ويلا بينا نخش في الشرح على طول من غير كلام كتير. اول حاجه نفتح الانستجرام زي كده، وهندخل على الستوري زي كده ونضيف الصورة اللي احنا عايزين نظبط من عليها الفيديو، وهنبدأ ان احنا نعمل لها سيف. اول حاجة كده هنعمل اول صورة دي سيف من غير اي كلام خالص، وهنبدأ ان احنا نكتب كلام الاغنية واحدة واحدة زي ما انتم شايفين كده. هنكتب اول كلمة بيقول لك ايه، ما بخافش الموت، فاحنا هنكتب ما بخافش لوحدها زي كده، ونظبط الخط اللي احنا عايزينه، وندوس على علامة الصح ونظبط المكان بتاعها، وبعد كده ايه المكان ده تمام، بنعمل سيف من العلامة اللي فوق على الشمال ونكتب كلمة الموت، وهكذا نظبط المكان ونعمل سيف. هنعمل كده في باقي كلام الاغنيه وارجع لكم تاني على طول. انتوا ممكن تقدروا ان انتوا تضيفوا اي ايموشنات، اي حاجه انتوا عايزين تضيفوها في الصور بتاعتكم. انا بس عشان الشرح ما يبقاش طويل فانا قللت الشرح خالص على قد ما اقدر. يلا بينا نكمل بقى الشرح على طول. بس كده ابطال خلصنا الكتابة على الصور بتاعتنا. هنبدأ ان احنا نفتح برنامج كاب كات عشان نظبط من عليه الصور كلها ونظبط الانيميشن وكل حاجة في الفيديو. يلا بينا نفتح كاب كات على طول. ندخل على كاب كات زي كده، يظهر معانا بالواجهة دي، ندوس على نيو بروجكت ونضيف الصور اللي احنا كتبنا عليها. اهم حاجة ان احنا نضيفها بالترتيب، بقولها لكم تاني بالترتيب عشان يطلع معانا الفيديو مظبوط مفيهوش اي مشكلة. بعد ما ضفنا الصور زي ما انتم شايفين كده، نروح في اخر الصور خالص هنلاقي اللوجو بتاع كاب كات ده، لازم نعمله ديليت على طول عشان ما يبقاش في اي سواد في الفيديو خالص. وبعد كده هندوس على اد اوديو اللي تحت الصور الكلمه اللي مكتوبه دي، ونختار الفولدر ده ونضيف الصوت اللي هتلاقوه في جروب التليجرام، اللينك تحت في الوصف. تبدا ان انت تسمع حته حته في الاغنيه زي ما انتم شايفين كده، وتبدا ان انت تقص الصور بتاعتك، ودي هتكون الثواني اهو ترويق اهو، ودي هتكون الثواني جاهزة على طول. هتظبط الصور بتاعتك على الثواني دي، هتلاقي الترند طلع معاك زي ما انت شايف كده. ويلا بينا نظبط الثواني على طول. I am so.
بعد ما وصلنا لاخر حتة في الاغنية زي ما انتم شايفين، كان من ان احنا نشيل الصوت الزيادة ده كله كده، نشيل اخر حتة في الصورة والصوت الزيادة ده كله، نخلص عليه على طول، ما نسيبش اي حاجة زيادة عشان ما يبقاش في اي صوت خالص. كان نرجع لاول صورة خالص وندوس على افكت، بعدين فيديو افكت، استنى طبعا تحمل، بعد كده نخش على كلمة اسمها بارتي. بعد ما تحمل زي كده تختار بلاك فلاش، اول واحدة في الصف التاني على الشمال زي ما انتم شايفين كده. بعد كده نحددها عند اول صورة بالظبط، بعد ما تحددها عند اول صورة تاخدها كوبي عند الصورة الرابعة، تمام، اللي هو من بداية ايه ومليش ولا صاحب ولا حبيب، تمام. بعد كده ناخدها كوبي تاني، اهم حاجة تمشي معاه الخطوات واحدة واحدة، وهناخدها كوبي زي كده، ونروح عند الكلمة اللي بيقولك فيها ايه عايز تعرفني جاي معاك، حددها في الكلام بتاعها زي كده، ونستنى طبعا نظبطها زي كده، وناخدها كوبي تاني، تمام، ونروح عند اخر كلمة خالص، يعني في اخر كلمتين في الاغنية خالص هنقوم حاطين عليهم الفلاش ده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده نرجع خالص عند اول صورة اللي هو ايه في البداية خالص، هنرجع لورا وندوس على فيديو افكت تاني، وندخل على كلمة هتلاقيها اسمها بيزك كده جنب ستارت كده، ندوس عليها ونختار شيك اللي هي ايه تاني واحدة جنب البلور، هندوس عليها زي كده. بعد ما نختارها هنحددها تحت الفلاش بالظبط، يعني هناخدها كوبي برضو. بص هوريك بالظبط، بعد ما ظبطناها زي كده هنرجع بقى عند اول صورة وندوس على اول صورة بقى عشان نظبط نلعب بقى في الصورة، نختار انيميشن، بعدين ندوس على كومبو، تبدأ بقى دي افكتات وفلاتر كلها في الصور بتاعتك، تقدر انت تستخدم اللي تلاقيه مناسب معاك. انا اخترت دول، تقدر انت تختار اللي انت عايزه، كل دي افكتات تقدر انت تختار منهم اللي انت عايزه. يلا ظبطهم وارجع لكم تاني على طول. بس كده يا ابطال، بعد ما خلصنا اخر صورة هنخرج خالص بقى ونشوف الفيديو بتاعنا فيه اي حاجة عايزين نضيفها تاني هنضيفها، مفيش اي حاجة طبعا ايه هنساب الفيديو على طول. انا مثلا بعد ما شفت الفيديو سريعا كده لقيت مثلا ان احنا لازم نضيف ايه الفصل اللي بين الصور، هندوس على الماينس اللي بين الصور والصور ده هيفتح معاك الصفحة دي، هنخش نمشي على اليمين كده نختار كلمة اسمها بلاك فيد، حددها في الصور كلها وندوس على علامة الصح. بس كده نشوف الفيديو مع بعض، في اي حاجة برضو عايزين نعدلها كده في السريع مفيش، هنسيب الفيديو مع بعض على طول. وبس كده هيكون شرح فيديو النهاردة خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عايزين اشرحات من دي تاني اكتبولي تحت في الكومنتات، لو في اي حاجة وقفت معاكم اكتبولي تحت في الكومنتات او ابعتولي على الجروب التليجرام اللينك تحت في الوصف، ويلا اشوفكم في فيديو جديد، سلام.